هشام باغي تقول لك اودي الراجا ملي كانت كتذبح القرب كان بعدا دفاع مزيان وي كان ديال الدفاع ديما شوف ديما كنعرف المدربين اللي مهندسين راسهم في التدريب. نعطيكم مثال فاخر، فاخر ملي كيجي اول حاجه كيديرها شوفوها فاخر فين ما كيجي في مرحله لا ناجا اول حاجه كيبدا فيها هو لاكس سونترال، لاكس سونترال كيحاول يصاوبو مزيان، الا لقى شي حارس مزيان ما يكرهش، الا ما لقى شي عنده الاربعه والخمسه خصهم يكونوا حراقيه ويكونوا وكيشدهم كيلعبهم بزاف لي ماتش اميكو بيناتهم باش كينسجموا، لانه هذاك البوست صعيب ديال لاك سونترال كيخص يكون ديك لا بيرسونترال تكون فاهمه. هذه مساله لا تناقش. سي فريد كيقول لك لكن راك عممتي اخي الكريم، السيد يتكلم على فرق الرجاء بالبطوله خاص تفهم شي راه بعض الشباب فعل من بعض الانصار تعبير عن غضبهم، اما الواقع نادر ما يحب هزيمه المنتخب كلام تيكون فيه عالي. هذاك الشيء راه باين، داك الشيء باين، راه اي واحد هكا غتلقاه مقلق على القجاع ما عجبوش التدبير كذا الى اخره، ولكن ملي كيكون لاعب المنتخب راه كيكون كلام اخر. الانسان لان داك الشيء راه شعور من شعوري، وداك الشيء مربي في الانسان مزروع فيه من الصغر ديالو، حب الوطن والمنتخب ما هو الا رمز من رموز الوطن. عادي ان الانسان غير كيبدا المنتخب تيولي معاه قلبا وقالبا وكيشجعو كيبغي ليه الفوز. خويا اللاعبين المغاربه الجدد ما يمكنش يتسجلوا في اللائحه الافريقيه حاليا. بطبيعه الحال ما يمكنش يتسجلوا صافي دابا حتى نهايه الموسم. الاخت نسعى تحياتي. سي اسيك ميموزا عندها شي لعابه جوهره وي عندهم هذاك اللي كان دراسه ريفيرونس ريفيرونس في التكوين في افريقيا. قال لك سيدي خليفه بانون بالنسبه لي هو بوطويل، بناء من الخلف والرؤيه المميزه والتمرينات البينيه وي ولكن دابا بور المومون حنا محتاجينو ماشي بحال بانون يبقى كاخر مدافع، حنا محتاجينو كوم ستوبر، لان عندنا هذا المشكل في ستوب بوست ديال ستوبر عندنا دائما حنا كنلاحظوا. وهذه المساله حتى فاش كان بانون كاع فاش كان بانون كان بانون كان كيلعب معاه الحداد بعض المرات كان كيلعب معاه الشاكير كيلعب معاه مره كل مره كيجي يلعب معاه واحد، وكان هذا المشكل يعني دائما كيبقى داك ليزيتاسيون شكون اللي غادي ياخذ، كان معاه الوظفي يا حسن سيتو اللي كان معاه الوظفي كان بانون كنت كنلاحظ هذه القضيه انه ملي كتكون كره مسونطريا فلاكس كل واحد فيهم كيتسنى الاخر يخرج باش تعرف انه هذه المصيبه ملي كتلعبها ديك اون بير سونترال فيها لي دو جوار كلهم ديرني ديفونسور، ملي كيكون ديرني ديفونسور كيبغي يلعب ديك بيك مباو تيبغي يلعب ديك المايسترو انا هو اخر مدافع كنتسنى الشيطان والاخر اللي حدايا هو اللي خصو يخرج، هذاك كيقول لهذاك وهذاك كيولي شي معول على شي حتى كيولي واحد اللاعب كيجي كيخطف الكره بيناتهم وكيديها. هذه هي الخطوره ديال المساله. لهذا لا بيرسونترال ديما خص يكون فيها واحد كيرضى يلعب شطاب الاخر، الا ما كانش راه ما كتنجحش هذيك لا بير ما عمرها كتنجح. واحد السيد راه جاوب بخير قال لك انتوما اللي خارجين عن الفرقه هذا الشيء ما كانش شحال هادي ولا كلشي كيفهم. سميتو ما تنظنش خارج على الفرقه، بالعكس الفرقه الحمد لله غدا في تحسن، راه الناس اللي هما كيشوفوا كيسكتوا راه هما اللي كيضروا في الفرقه الحمد لله. الرجاء المستوى اللي وصلت ليه دابا رغم انه كاين ضعف الامكانيات رغم انه كاين بزاف د اللعابه اللي محسوبين علينا وهما ما نافعين بوالو، مع ذلك الرجاء كتنافس ورجعات في البطوله وعلى مستوى العصبه محتل الزعامه، هادشي كله بفضل الضغط ديال الجماهير. كون على يقين كون كانت الجماهير بحال كالسي رجاوي بخير وساكته كون على يقين الرجاء ما غتكونش بخير. السي رجاوي بخير شكون عرفتي الهدودي رجاوي قح وتيلعب بالنفس، ما قلناش لا خويا تشافي، حنا غير تندوي على اللاعب اللي كيكون ديرني ديفونسور واللاعب اللي كيكون ستوبر، تنقول بانهم اللي كيلعبوا بالهدودي وحال كاس راه كنلعبوا بجوج لعابه اللي هما ديرني ديفونسور، راه غير حكاس كتلقاه
شويه في داك التنازلات، وفي شويه ديال ما في فيه التواضع، كيخرج وكيمشي تلقى الكوالي، كيمشي يسبق كيلعب الشطابه لهذول، باش نتفاهم. نعم، احسن ثنائي حكاس ابو طويل، وي اكيد. اودي انت، ها كره بعيده عليك. هذاك الرجل في خير، عرفتي دخل على قبل ياد سكين مسكين، هذا الرجل في خير. الو سيدي، قوة بوطويل سي تشافي، قوة بوطويل هي في البناء من الخلف، لا غولونس عنده، وهذاك الرجل كتحتاجها، لان الرجل دابا حاليا ضروري خصها تلعب الكره تاع اليوم. الرجل ما يمكنش طول الماتش تبقى تلعب كره قصيره ومثلثات، ضروري دو التيرني لو جو، مره تلعب كره قصيره، مره تلعب كره طويله، ديغنيغ لي ديفو ديغنيغ لي ديفونسور. شفنا الكره اللي لعب متولي في الماتش الاخر، يعني ضد هذيك امازولو، البيت الاول راه متولي ضربه طويله، هذيك راه ماشي لعبه بانجا، بانجا ماشي ما كتلعبش الكره طويله هكاك، ديغنيغ لي ديفونسور عطاه الاحداد مشى راسو وصل. هذاك سي لو جو اللي هو لون، لو جو لون، لعب طويل، انا كتالتيرني لو جو. دونك مره الرجاء ما تلقاش مساحات الوسط باش تدوز كره وتلعب ثلاثة ديالها، خص يكون عند اللاعب اللي كيضرب كوري طوال بحال اللي كان كيدير عندنا بانون. دابا اكشوالمون خصنا نستغلو بوطوي، على الاقل نسول البطوله وكاس العرش والبطوله العربيه، غادي ينفعنا في لا غولونس. سي لا في ابل كي وقعتينا بهاد بوطويل، واخا يكون راموس، لا ما عندو علاقة براموس، حنا كنهضرو على راموس، كندوي على بوطويل سيدي. بوطويل لاعب جيد، وكانت بزاف الفرق باغياه، ما نكذبوش على راسنا. حفيدي بلاصتو سي هشام، كيقول حفيدي بلاصتو بانت في الرجا، ولكن كثرت الاصابات. وي مع الاسف، واحد القضية راه سميتو انه سبب كثرة الاصابات، راه ما نساوش كثير الاصابات، راه حتى الاعتماد الكثير على اللاعب حتى هو راه كيزيد ياثر عليه، لانه شنو كيوقع؟ ماشي تندوي على كثره الماتشات اللي كيلعب، لا، تندوي على الاعتماد عليه بزاف في وسط الملعب، في وسط المباراه، مباراه واحده كتلقى اللاعب مثلا، لا قلت الله اكبر، في العمود اللي يشد يبقى واقف يشد الكره، لا كتلقاه كيشدها وخصو يمشي عاوتاني يقلب عليها، لانه ما كاينش داك اللي كيوصلها ليه في رجليه، كيضطر يخرج حدا السونتر يمشي يقلب عليها، كيضرب مسافات كثيره. هنا كيدير مجهود اكثر، كيكون اكثر عرضه للاصابه. في حين درتي لحدا شي لاعب زوين كيلعب ميليو تيرون اوفونسيف كيعاونو ان بون غولايور تيعاونو، هنا ما كيبقى واقف تيجيب والي. حنا اش بغينا؟ بغينا يعطينا ديك لاباس ديسيزيف، لان هادي القليل اللي كيعطيوها. بالنسبه لشي تشافي تيقول لك ياس الحداد اخر سنه ليه مع الرجاء، خاص يبقى بوطويل ويزيدو خفيفيت، انا ما كرهتش هذا، اختيار موفق هذا الصراحه، مزيان يجدو مع بوطويل ويزيدو خفيفي، راه خفيفي غادي يجي حم في نهايه الموسم، وباغي يجي للرجاء فما نلقاوش احسن منه. السي واحد السي محمد بن، لكن لن ننسى خير الياس الحداد، لما وقفنا عليه لقيناه واجد وما عمرو هز الراس. هذه الهضره ديال ما نساوش خير اللعاب، دار اللعاب، شوف حتى اللعاب ما كيدير الخير في الفرقه، كل لعاب كيأدي الواجب ديالو انه كيتخلص. الياس الحداد راه شداتو الرجا الوقت اللي ما بغاتو حتى الفرقه، دونك دارت ليه اسم ولا حتى هو معروف ولا كذا، كان واحد لقيته غادي تنسى، كلها مشى كيلعب في الدوزيام ديفيزيون ولا في شي فرقه صغيره، دونك الرجا حتى هي دارت خير في الياس الحداد. ياس حداد ملي كنوقفوا عليه كنلقاو هو، ولكن ياس حداد راه صافي، راه تعدى 33 سنه، الله يجعل شي بارك، وحتى في المستوى ديالو ماشي شي لاعب اللي هو غنعولوا عليه بزاف، دونك كاين محسن، كاين لاعب بحال سميتو ريجينا فابور خفيفي، واش خفيفي غادي نقارنوه بياس حداد؟ خليتي هربان على ياس حداد، الا عندنا ان تري بون ستوبور غادي يجي كاين، علاش لا؟ ما غاديش نبقاو نغلبوا العاطفه. داكور، نشوفو اش كاين جديد بالنسبة للفتح لائحة الخيط الإفريقي بعد دور المجموعات، سيحسم فيه الكاف.
بالنسبة لي فتح لائحة القيد الإفريقي، يعني الأخ تيقول لك أنه راه يمكن تفتح اللائحة من جديد عاوتاني، قال لك غادي يحسن فيها الكاف، وكذلك عد الأندية التي تتقدموا بطلب إعادة فتح القيد الإفريقي. حد الآن الاتحاد الإفريقي لم يصدر أي قرار بخصوص هذا الموضوع في انتظار الأيام القادمة، ونتمنى احنا ما كرهناش عطيه فتحات هذيك اللائحة، غادي نستافدوا حنايا نكون على رأس المستفيدين. السي المهدي كيقول لك بوطويل المرابط خاصهم يلعبوا اصليين في البطوله وكاس العرش والهدهوري والياس حداد وزريده، نوجدوهم للعصبه باش ما يحسوش اللاعبين بالعياء. لا ماشي غير سميتو، ماشي غير الياس، ماشي غير الهدهوري والياس حداد، حتى حركاس توا كيلعب في العصبه. حركاس محتاجين ليه الخبره ديالته، محتاجين ليها وسط الهدهوري والياس. على الطريقه باش لعب دابا طوسي في الماتش الاخر، لعب 3 ديفونسور سونترو، راه خطه مزيانه نفعات الله جاوبي وساعدتنا على الاستحواذ وساعدتنا على الزياده العدديه في وسط الميدان. حصلنا هذوك الامازون محتاجين للمباح، ولكن ما خليناهمش يديروا اللعب ديالهم. دونك هاد لي 3 ديغني سونترو خصهم يبقاو يلعبوا في العصبه. ناجا غادي يطيحوا مع الاهلي في ربع نهائي عصبه الابطال الافريقيه، هذا ما غيكونش رجاوي باين. هاد ويليام باين اسيدي، ما كاين حتى مشكل، ما كتخوفناش الاهلي. الاهلي راه لعبنا معاه في الفينال، راك شفتو راه تفرجتو وثقيتو عويناتكم. ناجا يطيحوا مع الاهلي غادي تكون فضيحه بكاع كاع. علاش اش فضيحه؟ ما كنخافوش، الناس كيخافوا منا. ياس حداد مزيان، يشدوا ليه لاعب مزيان، هذا رايك اخويا. حافظي مدافع يستحق حمل قميص الرجاء بكل صراحة. وي وي حافظي، أنا بالنسبة لي أنا ما كاينش محسن، ما نقولش هو لو ميور ميليو تيغان، ولكن ما كاينش محسن بالنسبة للرجاء، ما تلقاش محسن. السيد قال لك خالي الرجاوي، واش خالي خالي ما عرفتش اخويا. السلام عليكم، تحياتي للجميع. سي يوسف غادي تطيحوا مع الاهلي، ما كتخوفناش، عندك انتوما تطيحوا مع عندكم انتوما تطيحوا مع الترجي. ما خاف عليكم، ما حنا خير الاهلي والله ما كتخوفنا الاهلي. لا شوف شي دابا الاهلي اول حاجه في ايامها وفي القوه ديالها ومستوى القوه ديالها، لعبنا معاه فينال من سوبر كوب، راه شتي اش درنا ليها، راه عطاهم الرباحه من حاليا ولا عطاهم ولا عتقهم فهمتي. اما دابا حاليا دابا راه بالعكس، حنا باغي الاهلي، الاهلي راه الدقدقات الاهلي، فين الاهلي؟ ما بقاش الاهلي. الوغ شكون عاوتاني؟ الحكمه غايتنا، تي اش كيقول ما عرفتش داير شي كتبه، قال لك راه بوطويل 400، لا 400 وي هادشي اللي قالوا، ولكن قابل للتفاوض. على مال دابا بوطويل الا قال المحمديه نوار طات مع زعما يمشي لبرج، ما بغا حتى شي فرقه يمشي لبرج، سينو نبقى في المحمديه تنكمل الكونترول ديالي. راه ما تقدرش المحمديه تفرض عليه يمشي شي فرقه، غادي يبقى معاه. ويتمنى راه ماشي كامبو، راه ماشي غيبقى لعاب محسوب عليه كيخلصوا صالير طالع ويبقى شادو ما يلعبش معاه. دونك خصو حل، يا اما غادي غيسيني ليه، غادي يوافق على المفاوضات مع الرجاء ويخليه يمشي الرجاء، يا اما غادي يفسخ معاه هو الخاسر الاكبر. لهذا من الاحسن لاقل الضررين هو يخليه يمشي الرجاء. لهذا الرجاء ممكن لها تفاوض والباب مفتوح، اذا دينا 400 مليون في الكونترا يتفاوضوا معاه على اساس 250 وياخذوه اشا ديفينيتيف 250 والبروبليم. هاد ويليام هذا دابا انت سي ويليام كتصحابني، واش درتي صغيوه بحالك غادي تدوز عليا؟ وراني زعما بغيت تدوز راسك، راك رجاوي انت سير. هادشي اللي كنتو كديرو من 2015 مشات وقتو صافي، عاقوا الرجاويين سير. قالك الاهلي غادي يفرقعونا، زعما راني رجاوي انا بغيت يدخلني، سير 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 اخويا سير. اكبر مستفيد الرجاء لا تفتحت اللائحه اكيد. سي تشافي عاوتاني كيقول لك سي ناسيك، ملي شفت البارح البيضي حدا القجاع في الكونغو عاد عرفت علاش لجنة الانضباط ما تتوقفش ما تتوقفوش في البطولة. لجنة الانضباط ما تتوقفوش ما كتوقفش ما كتوقفوش في البطولة، يعني ما كتوقفش هذاك البيضي. انا كتشوف
البارح والله هذاك المشهد اللي شفت انا والله الا كيضحك بعدا والله لا يثير التقزز. تصور القجع غير غادي بجماعه تاع الفيديوهات، غادي بفيديوهات ماشي مسيري، غادي بجماعه الفيديوهات ومدخلهم وكيديروا هكاك كيطفل عصو ومعطل بين شي واحد كيصورهم. انت زعما راه حنا فهمتي راه جايبين العز للبلاد، حنا راه داخلين صحاح. اي واحد قال شي حاجه ودي سير راه حشمتو بهاد الكره ديال هاد البلاد. تصور معاه هذا مع هذاك البيضي مع هذاك عرفتي شكون هذاك الحكم الخريبكي، داك الحكم اللي ديما كيمشي يتلقى الحكام في المطار حتى هو عرفتي حنا قالوا قداش هو واقف حتى هو غير زعما ومع شي جوج مسيرين. والله الا انا قلت فيديوهات هذوك فيديوهات غادي بيهم زعما شنو شي مانجر راه مشات لعبات جوج ماتشات في الكونكو، لعبات الفينال مع فيتال كلوب ولعبات دومي فينال ديال الكاف مع فيتا كلوب ولعبات دومي فينال ديال العصبه مع مازيمبي في داك التيرانات غازو ارتيفيسيال والجمهور قريب والحيحه سيرتو ديال مازيمبي وشحال الجمهور بغى يخلعهم ويسيروا الحجر عمر وتقول مسيرين دار لاجو واش داروا شي اعلان ولا شي بلاغ ولا شي شكايه خلاو تاسر الماتش وطيرناهم عاد باش شكاو لاكاف غادي يبقى غادي يبقى علاش لانه مازن بي بغاو يركبوا علينا الاحادات بما حنايا اللي فوتيف وهذا